يعطيكم العافية يا جماعة وأهلا فيكم في جمعة جديدة. جمعة جديدة يعني فيديو جديد وفيديو جديد يعني جمعة جديدة. اليوم بدنا نعمل تحدي الذكاء. أنا مش شاكك في ذكائي، أنا عارف ذكائي أموره تمام، أموري لوز، بس في كم واحد نعرفه يعني ما بحس ذكائهم افضل ايش. بدنا نرن على مهاوي جيجي يعمل معي تحدي ذكاء، لانه انا صراحه الولد هذا مش بطل. شو بتعمل هسه في هاي اللحظه الان؟ طالع مع الاهل. قد ايه بتحس حالك ذكي من 1 ل 10؟ 11 من 10. خلص من اهلك ورنلي وتعال، بدي اشوف ذكائك لوين بوصل. يا نعال اكيد ما راح اخليكم تستنوا قبل ما يجي مهاوش، انا هعمل هيك وحيكون مهاوش. اهلا كيف حالك؟ تحدي الذكاء قلت لي مهاوش، بس احب اذكرك انا فزت عليك في تحدي كره القدم، مش محسوبه باكر. تذكر بس اقعد هيك واتذكر النقاط وانا باخذها بجدارتي عم بفوز وعم باخذ النقاط. طب قبل خصم النقاط شو سبب كان؟ الفوز فوز يا قلبي، الفوز فوز لو سمحت. طيب فاليوم عندك فرصه تفوز علي، بس المصيبه انه عم نلعب تحدي ذكاء. ما هو هاي المشكله. والله ما ظني انت مش عجاوب كيف هسه وانا لاف وجهي. مين اول؟ قصد انا بفوز عليك. اعطيك انت اول. العب هات فرجيك. حجر ورقم قص. اقلع اخذتني. عمك ابو الوس حيلعب هسه. خمن اسم الشخص زي ما انت شايف. في عندك صوره زائد صوره تساوي المفروض اسم الشخص. حلو. ام اب بابي ام جد امجد ام جد يا سلامة امجد. الذكاء هاي امجد. شوف العب. ايش هذا؟ حي ما ايش هاي؟ فلوس ولا حي؟ حي ما. طب حل عني. اظن شيء ما اسمع. صوت العين. لا هيك هبل. واحد بعد صفر طلع نقاط فوقنا ما احلاهم. عين وبير شو بصيروا؟ عبير. 2-0 ولسه الفيديو هسه بلش، مش تمام معي الموضوع. ماشي 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 ماشي. عبير. ايش هاد؟ يا ناصح يا ناصح. سهلة. انا عارف لكن يو عندك ضارب في الارض. ياسمين ياسمين ياسمين. تمام هاي المية. شوف يا ابني العب روح. طير قاف طير قاف. عصفورك حمامك ببغاك. سيل. معقول انه طار طارق طارق؟ فكرت لازم احذر اسم العصفور انه ببغاك. طحوني ولا سهل. حسن. بقول حسن. ما هو اذا ما بتجيبها مصيبه. لا ايزي. هذا باي ذا واي ليفل الايزي عم نلعب. المهم انه انا فايز تحدي ذكاء. ثلاثة هيك يشبع غروري، وانا اعرف انام بالليل وانا اذكى من شخص واحد في العالم، ما عندي مشكله. اذكى مني عاد ما في مشكله. ما ونار. ما نار. ثريا. ما نار. فارس. فار. وسين. هي. حل ابو الوس. هذا بس عشان اعرف هذا مشروب مش تمام يعني. خمر. سم. سمر. ابو سم. انه هي حاطين الجمجمه انه انا قاتل هلا اذا انت بتقرب الموضوع. ما قد. ماهر. هر. طلع النقاط 100%. انا هيك هذا بنايات وليل، بنايات بالليل، ليلي بتصير ليلي. ليلي. شيماء. طلع اللعبه بتخزي. صحر. كيف هذا حر. جامد. جاسم. تمام. اوكي وسام. وس وام. شفلوس. شفلوس. مال. جمال. ايزي. وس سعيد. لا 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 سهل اللعبه. بداج ذكاء. الذكاء لازم تشغل مخك اكثر من هيك. شو قاعد تقول يا يوسف؟ بسرعه. 1 2 3 فات. يخرب بيتك السوق عم تقدم انت. 10 ضوء زائد تاء مربوطه. ضوة لمبه نورا. اسمع تحدي ذكاء هذا ما بتقدر لي فيه يا زلمه. اعتزل الان. اصبر اول. كمال. وين بدك تضل؟ كمال. ايوه بس في مخك امسك العم وحطها هون وتصير عماد. لا خش. عم بعطيك الجواب بالعربي والانجليزي. لا مش منطق. مش ذكاء. اي غباء هذا. بس ذكاء قلبي طلع عماد. تشرح لي هسه. تفضل. جابوا لي كل الفرقه. اشوف مهندس ودكتور وعاوز يحب. ايش هذا؟ عماد مهند. مهنه ودال. لا يا عم هي لعبه غباء. يلا حلها. شخص الانفل وجهل. ادم البني ادم الراسل. ايش هاي؟ راسل حكيتها. فهمني في اسم راسل. هيو كوميديان هندي كمان. هيو راسل بيترز. يلا ابلع يزيد. لا انا قبليك. ناس وان نسوان. لا هبل. في اسم هيك هبل. صفوان. صف. هذا مش صف، هذا مسلة. هاي بلينك بلينك حبيبي. ما عجبك هذاك التحدي صح؟ يا زلمة سهل. هذاك تحدي انا فزت فيه، انا بس بحطك في الصورة تمام؟ هذول 10 اسئلة سريعة. إلقي نظرة على هذه المتتالية وخمن ما هو الرقم الموالي الذي يجب اضافته بسرعة. 37 34 31 28 25. إذا كان جوابك 25 فإن تخمينك صائب. أنت حكيت 40. أم أحمد لديها 3 أطفال، الطفل الأول يدعى محمد، أما الثاني يدعى محمود، فما هو اسم الثالث؟ ماجد. أم أحمد يا غبي.
يعني غبي 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 غبي. قبل اكتشاف جبل ايفرست ماذا كان اعلى جبل في العالم؟ في جبل ثاني قبل ايفرست. ايش هو؟ وفي في جبال كثير. دمانه. ابسط لك اياها، قبل ما يكتشفوا ايفرست. حلو. ايش كان اكبر جبل في العالم؟ اكيد ما راح اعرف. قبل ما يكتشفوا ايفرست، ايفرست ما كان موجود. في ايفرست هو نفسه. انت ما عم تفهم، انت ما عم تفهم. ايفرست ما لهم دخل اكتشفوه ولا ما اكتشفوه، ما هو ايفرست اطول جبل في العالم. جواب صحيح هو جبل ايفرست. اي جمله تعد صحيح؟ صفار البيض ابيض ولا صفار البيض بيضاء؟ ابيض. هو التنتين غلط، وصفار البيض اصفر يعني. والله اني رجعت في اخر ثانيه، والله اني زلمه. ولدت هند في 28 من شو يا ايش الجمبرة؟ معقول قصده ديسمبر؟ لقينا تحتفل بعيد ميلادها في الصيف، فسر ذلك. حرية شخصية. محل اسمه صيف. يطلع صح، انا حبوه. انا هيك بحكي، المكان اللي بتحتفل فيه اسمه الصيف. الجواب هو ميشيل تعيش في القطب الجنوبي. انه انت كانك استراليا ولا ايش؟ يبلغ طول جزار 180، بينما حجم حذائه هو 13، فماذا يزن الجزار؟ عبر. اللحمة. اللحم اللحم. اظن في صوت. بما انه جزار فانما يزنه هو اللحم عادة. هل اتضحت الامور؟ انه جواب منطقي وليس كذلك. لحم. في اللغة العربية ما هي الكلمة التي تنطق دائما خاطئة؟ خاطئة. اهو جواب خلاص، هي جوابها. لكن جواب ابسط من ذلك، الاجابة هي خاطئة، لان كلمة خاطئة هي الوحيدة في اللغة العربية التي تنطق خاطئة. انت كثير غبي يا وسام، والله غريب الاسئلة تاعك. زعما الاشياء بحطوها يا زلمة، شو صوت هذا؟ في بريطانيا لا يمكن التقاط صورة لرجل بقدم خشبية، لما لا؟ حر، يعني أبسط جواب أن يكون حر. في الواقع أن الجواب بسيط، إن السؤال لا يتحدث عن إمكانية التقاط صورة لشخص بقدم خشبية، بل إذا كان بمقدورك التقاط صورة لشخص مستخدما قدما خشبية. لذا فالجواب بطبيعة الحال هو أنه يستحيل التقاط صورة بقدم خشبية، يمكن التقاط الصور فقط بواسطة الكاميرا. اسئله لاختبار غبائك وليس ذكائك. بما انك ما فهمت الجواب. ما فهمت الجواب. ايش السؤال؟ في بريطانيا ليش ما بتقدر تصور رجل بقدم خشبيه؟ ليش؟ لانه بتصوره بكاميرا مش بقدم خشبيه. لذا فالجواب بطبيعة الحال هو أنه يستحيل التقاط صورة بقدم خشبية، يمكن التقاط الصور فقط بواسطة الكاميرا. في بعض أشهر السنة 31 يوماً، ولكن كم من الشهور فيها 28 يوماً؟ واحد. فبراير. على نمط الغباء اللي هم بيجاوبوا فيه، كلهم فيهم 28 يوم. أنا هذا الجواب. حب قالك أنه شهر فيه 28، فبراير. إذا قلت فبراير فأنت مخطئ. الجواب صحيح هو كل الشهور، لأن كل الشهور ببساطة بها 28 يوماً على الأقل. كل الشهور عقصة. حتى الشهر الذي به 31 يوماً يحوي العدد 28. يا أنا غبي، يا هو غبي. يدم إيش في مالك يا وسام؟ أشياء يومية تقوم بها بالطريق الخطأ. صار فيديو رياكشن، إحنا هسه صرنا عم نعمل رياكشن. هناك العديد من الأشياء التي نزولها يوميا. حب شو عملت ايه؟ طب ليه الف فيك؟ بجد اكون بستوعب، انا كنت مصيبة. طب شو الله جاوب؟ دقيقة خليني اعرف احكي، اسكت. طول بس اللي هون. زي ما اللي خاطر في بالي انه احنا لما بنفوت الحمام ما حدا بشوفنا، فكم واحد بيكون بيعمل هيك؟ تخيل طلع لك الفيديو هذا زمان وانت صغير واثر عليك وصرت تعمل هيك. تسخين اكثر من طبق في الفرن الكهربائي. عندما تريد تسخين طبقين ولا تكون هناك طبقتين او مساحه كافيه لفرنك الكهربائي، فقد ياخذ ذلك منك وقتا طويلا. يحب يسخن سلطه. شفت تحط كاسه وتحط وقت صح، هاي بعرفها. والله الرياكشن كانت ممتازه، احنا بنتشكرك احمد كمان مره. انا حمار اصلا. انتوا ضحكتوا معنا، لازم تكونوا ضحكتوا معنا، احنا فقعنا يا اخوان قهقه وانتوا تقهقهتوا معنا، ما حد يقنعني. اتمنى لك نهايه اسبوع جميله جدا، واراك الاسبوع القادم باذن الله. انا كثير بحبك، شكرا لك. خذ هذا الوقت عمل ما يختار شو يطخ عليك انك تعمل لايك واشتراك، في حال انت مش عامل لايك ومش مشترك، في حال شو هتطخ؟ عقل. حلوه هي، حبيتها بس عقلي انا، لانه لو طخيت عقلك ما حيسكر الشاشه. طخ عقلك، طلع هذا عقلك، طلع اجى هيك وخبط في الشاشه، طلع المخ الاصلي.